فور نزوله للأسواق راح الملايين يتسابقون للحصول عليه، على أمل أن يمتلكوا السر الذي سيغير حياتهم. فهل تحققت أمنياتهم؟ وما السر وراء كتاب السر؟ العام 2006 خرج للعلن فيلم وثائقي تحت عنوان The Secret أو السر باللغة الإنجليزية، وهو لمنتجة وكاتبة ومخرجة أسترالية الجنسية تدعى رواندا بايرن. والفيلم يحكي قصة سر أخفاه بعض البشر عن باقي البشر كي يستفيدوا هم من هذا السر، وهو شيء مخفي إن قمت بفعله ستحقق جميع أحلامك وتحصل على ما تريد. في ذات العام ألحقت الكاتبة فيلمها بكتاب حمل نفس الاسم، وفجأة تحول ليصبح أكثر الكتب مبيعاً حول العالم، وتمت ترجمته لجميع لغات الأرض تقريباً، فالجميع كانوا متعطشين لمعرفة سر النجاح وتحقيق الأحلام. وبيعت مئات ملايين النسخ منه، وأخذ الكتاب دفعة أكبر حين روجت له أوبرا وينفري الإعلامية الأمريكية الشهيرة. فما هو السر؟ باختصار، يحكي الكتاب فكرة لم تكن جديدة في ذلك الوقت، لكنها لم تكن رائجة، وهي ما تعرف بقانون الجذب، وتعني أن الأشياء المتشابهة تتجاذب، فحين تملأ عقلك بأفكار سلبية لن تجذب سوى أشياء سلبية، والعكس صحيح، فحينما تكون إيجابيا في أفكارك فإنك تجذب أشياء إيجابية ممتلئة بالخير وتملأ حياتك بالخير. والحقيقة أن لا خلاف كبير على ذلك، فالتفاؤل مطلوب ومحبب والتشاؤم فعل ذميم، لكن ما تم الخلاف عليه في السر هو الترويج لكون قانون الجذب قانونا يشبه قوانين الفيزياء ويحكم العالم كله، حيث أن ما تفكر فيه سيتحول إلى حقيقة. فلو تمنيت مثلا قصرا مطلا على بحر في كندا وعززت الفكرة في رأسك، فإن هذه الأمنية ستتحول إلى حقيقة، وستعيش في القصر الذي طلبته وتخيلته برأسك. والكاتبة وضيوفها الذين استعانت بهم من باب أنهم أشخاص اختبروا القانون وجربوه، جميعهم أكدوا على أن هذه الفكرة حقيقية وأن هذا المبدأ هو الحاكم للحياة. واشتعل الخلاف أكثر حول الكتاب عقب تجارب الملايين من البشر، والذين لم يتحقق لديهم ما طلبوه على الرغم من الالتزام بما هو مكتوب بالسر الأعظم الذي تحدثت عنه بايرن، ليخرج المدافعون عن قانون الجذب لتحميل الناس مسؤولية فشل التطبيق الذي وبحسب الكتاب والنظرية يتطلب إيمانا جازما قطعيا لا شك فيه بأن هذا الشيء سيتحقق. كذلك جاء هجوم آخر من العلماء أنفسهم، والذين رفضوا فكرة ربط نظريات لا أحد قادر على اختبارها سوى بضعة أشخاص بقوانين علمية عامة. وأبرز الاعتراضات كانت على قول الكاتبة: إن العلم قد أثبت أن المشاعر الإيجابية أقوى بكثير من المشاعر السلبية، وهذا شيء لم يتحدث به عالم أو يثبته علم. كذلك استناد الكتاب على ما قال إنه موجات الدماغ، وهي القادرة على توجيه الرسائل والجذب. وصحيح أن هناك موجات كهرومغناطيسية تولدت عن تيار كهربائي يمر بالخلايا العصبية، لكنه تيار غاية في الضعف، وحتى اكتشافه يتطلب أجهزة دقيقة لالتقاطه، فكيف ستتمكن هذه الطاقة من جذب أجسام كبيرة وبعيدة؟ حتى مع تبرير الكتاب أن كل شيء في الكون عبارة عن طاقة، فبحسب قوانين الفيزياء فإن الأمر لا يتم هكذا. والهجوم أيضا لم يتوقف هنا، فكثير مما قيل إنها مغالطات علمية وصلت حد الوصف بأنه هراء باسم العلم نالت على الكتاب والكاتبة، كما وصف الكتاب بالدجل وأنه استغلال لتوق الناس لتحقيق الأمنيات دون تعب. لكن ومع ذلك لم يتوقف انتشار الكتاب الذي ما زال رائجا حتى الآن، وكثيرون هم من يمنون أنفسهم بجلب الخير لأنفسهم دون أن يفعلوا أي شيء في المقابل. والبعض يرى بمثل هذه الكتب التي بدأت بالانتشار أكثر بعد كتاب السر، وبات الجميع يتحدث عن طرق سهلة ومريحة لتحقيق الأحلام، بأن كل هذا مرده لكسل الإنسان نفسه
أو عجزه أو فشله عن تحقيق ما يتمناه بنفسه. وقبل أن تنتشر هذه الكتب كان كثير من البشر يركنون للسحر والشعوذة لتحقيق رغباتهم، فحتى زماننا هذا ما زال المشعوذون موجودون ويكسبون أموالا طائلة بترويجهم لادعاءات يقولون فيها أنهم قادرون على جلب الحبيب أو الرزق أو رد المطلقات أو دفع الحسد. والتجارة بأحلام الناس تجارة رائجة ليست فقط في المجتمعات الأقل تعلما، فمبيعات كتاب السر وإخوانه من الكتب الأخرى التي تدور في فلكه أثبتت أنه حتى المجتمعات التي تدعي التحضر واتباع طريق العلم ما زالوا يؤمنون بقصص تسهل حياتهم وتجلب لهم الراحة والخير. لكن أيضا وفي المقابل عدد لا بأس به من الناس قال إنه اختبر السر الأعظم هذا وتمكن من تحقيق أمنياته بواسطة الجذب، كما أن بعض رجال الدين من مختلف الطوائف خرجوا للقول أن مضمون السر قد يتقاطع مع الدعاء، وأن الاستجابة تكون أيضاً بالتفاؤل والإيمان القطعي والجازم بحدوث تلك الاستجابة. لكن رجال دين آخرين رفضوا هذا الربط وقالوا إن السر لا يعلمه إلا الله وحده. وما بين المتأملين والخائبين والمدافعين عن الحقيقة يظل السر سراً ولغزاً ينتظر الحقيقة أو التنفيذ.